سيدات مصر هي اللي هترسم التاريخ المره دي. صوتكم هو سلامه مصر اللي جايه. اهالي بتقدم اولادها شهداء، جيش وشرطه، احنا مش قادرين نحط صوتنا في الصندوق. ايه ابسط من كده ممكن يحصل؟ او ايه ابسط من كده ممكن يطلب منه؟ التضحيه للمراه والامهات اللي قاعدين في قاعه هو بس وضع صوتها في الصندوق. اعتقد يا اقل تضحيه ممكن تطلب من مصريات يعني ممكن يغيروا شكل العالم زي اللي انا شايفاه في القاعه النهارده. افتكروا حرقه قلب الام اللي مش بتشوف ابنها تاني عشان يحميك ويحمينا. بتنام وهي بتحلم بيه بس ان هو في مكان احسن وشهيد، ومستنيه منا نكمل حمايه البلد دي. ده قليل على جيش مصر والشرطه المصريه اللي بيقدموا ارواحهم كل يوم عشان احنا نمشي في الشارع في امان، عشان سينا تتحفظ عليها، عشان بنات مصر